السلام عليكم، افكركم ازاي نعمل ميل ميرج عشان كان في حد ناسي، بس عايز كان المفروض اوريله ونسيت. مبدئيا لازم يكون عندك الحاجه اللي انت عايز تعملها ميل ميرج، والداتا ليست اللي هي فيها الانفورميشن بتاعت الناس اللي هتعمل لهم الميرج دوت. هتروح للحاجه اللي هتعملها ميرج، تروح رايح في ميلينجز، ستارت ميل ميرج، ستيب باي ستيب ويزرد، نكست نكست. هتروحوا قايلين له فين الليست اللي هيستخدم فيها، يعني استجيب انها الداتا بتاعته. ديسكتوب بعدها تقول له اوكي الحاجات دي، وبعدها next. بعد كده هتلاقوا في options to right click my lighting اللي انتوا مثلا عايزين تشيلوه، او يعني تحطوا توقفوا في المكان اللي انتوا عايزين تحطوا فيه. يعني مثلا لو هنا عملت insert first name، مثلا ال first name اللي هيبان لي هنا، ف انا عايز first name و last name يبانوا هنا، فهروح اعمل highlight كده first name هنا، last name عايزه هنا، space بينهم. بعد كده عايز ال workshop name يبان هنا، والديت بتاع الوركشوب يعني. بعد كده هتقول له next preview، هيجيب لك الريسبونس بقى. خلاص كده كل حاجة خلصت. ده preview كده من بره. بعد كده ممكن تقول له next block to merge، يا اما تبرنت الحاجات دي كلها، يا اما هت edit دوت بيخليك زي تسيبه في document تاني. تقول له اوكي، هيبقى عندك دوكيمنت جديد فيه الحاجات دي كلها، دي كل الايمجز معموله. بس كده ممكن تسيبه بقى في اي حته او تقدر في كل واحد او اللي انت عايزه يعني. بس خلاص كده، ده كده من الايمج. السلام عليكم.